ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم التوقعات ديال المباراه ديال اليوم ما بين المغرب وبلجيكا، الحمد لله كنتفائلوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله، ويكون الفوز من نصيب ان شاء الله المنتخب المغربي بجوج لصفر. والحمد لله حنا راه متسوقين باش نتعطشين لهاد بحال المباريات كاس العالم. الناس كيما كتشوفوا خارجين الاباء والاولياء ديال الامور ديالهم مع وليداتهم الحمد لله باش يشجعوا المنتخب ديالهم ويشجعوا الفريق ديالهم اللي هو المغرب، المنتخب الوطني المغربي بقياده مدرب ديالنا كبير وليد الركراكي. وكنشكروا الطاقم ديال شوف تي في على هذه المراسله ديالهم والتعليق ديالهم، وشكرا. التوقعات ديالي ان شاء الله غتكون ان شاء الله 2-0 ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمباراه الاولى اللي دازت ما بين المنتخب الوطني والمنتخب الكرواتي، كان مباراه زوينه وكانوا فيها فرص كثيره، ولكن الحمد لله ما المنتخب الوطني ما ساعدوش الحظ رغم الضغط ديال المنتخب الكرواتي. مي الحمد لله اليوم ان شاء الله يعني كل ماتش ان شاء الله الحمد لله كتزاد الفرص ان شاء الله، وبغينا ان شاء الله اليوم ان شاء الله يكون فوز المنتخب الوطني. تقاتلوا بزاف، كان ديفونس كان ديال الخدمه ديالو فهمتيني، وكان حتى لاطاكون حتى ما داروا اللي عليهم، كانوا بعض الفرص ديال التسجيل لان باش تكون صالح ديالنا. مي دوماج، الحمد لله كنتفائلوا اليوم ان شاء الله يكون عندنا الحظ باش نربحوا هذه المباراه ان شاء الله ب2-0 ان شاء الله، وشكرا. رساله للاستاذ اطلس انهم يكونوا متساحمين واخوين ان شاء الله باش نربحوا هذه المباراه ان شاء الله، وشكرا. اللعاب اللي قنعني الحارس اللي هو يلعب بان بونو اللي تقاتل تبارك الله وعطى مستوى كبير وبين المنتخب انه راه كاين وحاضر في المباريات الجايه، وشكرا. بيان سيغ كما كتشوفوا راه دورت الكاميرا غتلقاو تبارك الله العيالات الوليدات ديالهم الصغار جايين مع وليداتهم مريحين ومتعطشين لهذ المباراه اللي غتكون ان شاء الله اليوم، ويعني فرحانين انهم اليوم باغيين ينتصروا رغم اننا المباراه الاولى تعادلنا فيها، ولكن الحمد لله نتمنوا المباراه ديال هذا اليوم ننتصروا بها 2-0 باش تعمل فرحه للشعب المغربي. ورساله لصاحب الجلاله محمد السادس ان شاء الله مربوحه ان شاء الله اليوم ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. سلام، صافا بخير، لاباس عليك؟ يا ربي امين، يا ربي امين. ان شاء الله اليوم تكون مباراة زوينة احسن من المباراة الاولى. قلت لك ان شاء الله اليوم غتكون مباراة زوينة احسن من الاولى، غيداركوا الاخطاء اللي داروا وغيحيدوا منهم شوية الخوف اللي كان في المباراة الاولى مع كرواتيا، وبالتوفيق ان شاء الله. اللعب هو الحارس ديال المرمى هو اللي كان سيد المباراة. بونو هو اللي كان سيد ديال المباراة ديال اللي فازت، ونتمنى هذا الماتش يكون زوين ويتغلبوا على الخوف اللي عندهم ولعبوا بالثقة وعلى الدرابو ديال البلاد. الروح الوطنية والريادية، تنبغيو بلادنا تزيد القدام وتنبغيو نخفو مع ولاد البلاد، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. ديما مخليب، ديما مخليب. Thank you.